بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، صلوا عليه وسلموا. صباح الخير ومس الخير عليكم خواتاتي وخالاتي وخياتي وإخواني، إن شاء الله قاعد تكونوا غاية وتكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم خير إن شاء الله. ألوغ اليوم راح نشارك معكم موسكوتشو تاع المحلات ولا تاع لي كوموند، راح نعطيها لكم بكل أسرارها مع واحد السر صغيور اللي يعني راه داير البوز ونتيجته ما شاء الله ما شاء الله في الموسكوتشو، خاصة اللي ما تجيهمش عالية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بالنسبة للمقادير تاع الموسكوتشو هذه، نحتاجو 3 حبات بيض فقط وتجي عالية ما شاء الله. نحتاجو معاهم كاس تاع الزيت، كاس الكبير تاع الكازوز عبري به اللي يكون عندك مش مشروط، كاس ونص تاع السكر العادي، كاس تاع الحليب، الحليب يكون دافي ما يكونش بارد وما يكونش ساخن وما يكونش من الثلاجة، الحليب يكون دافي يعني دفيه شوية. قلنا كاس، مغرف صغيرة تاع خميرة الخبز، مغرف غير صغيرة تاع خميرة الخبز، وزوج صاشيات خميرة كيميائية. وخميرة الخبز راح تعطيها هي اللي تطلعها كيما نقولوا في بلاصة المحسن، ما تعجنها ما والو ما تخافوش. ونحتاجو لافاني ولا ليكستري تاع الليم ولا اللي تبغوه. المهم اول حاجه درت حليت البيض تاعي 3، زدت له لافاني وديروا رشه تاع الملح توجور سيغتو في لي كوموند، لانه هي الملح يعتبر ماده حافظه. الوغ نطلعوا مليح مليح بالباتور، هذه يعني مفروغ منها حتى البيض تاعكم يتكاثف الحجم تاعه بهذه الطريقه. بعد البنات نزيدوا دائما مور البيض نزيدوا السكر، والسكر كاينه ملاحظه البنات، عمركم ما ديروا الزيت كيما السكر، يعني كالسكر كالزيت، لا البنات تجيكم مزيته، يعني وراني نهضر عن تجربه، تجي بزاف مزيته وثقيله الموسكوتشو. من الافضل ديروا كاس زيت كاس ونص تاع السكر. الوغ درت السكر هو الاول كاس ونص، طلعته مليح تذاب، ومن بعد زدت كاس الزيت قسمته على زوج خضرات، ومن بعد زدت كاس حليب يكون دافي. غير ديروا الحليب تحبسوا الباتور وديروا ديك مغرف صغيره تاع خميره الخبز، كي ديروا الحليب معاه خميره الخبز، وعلى قلت لكم دافي باه خميره الخبز تتفاعل. الوغ بعد ما نخلطوا هذاك الحليب تاني بالباتور مع خميره الخبز، نزيد 3 كيسان فرينه، 3 كيسان ممسوحين فارينة ممسوحين ماشي بومبي، ونزيدو لهم زوج صاشيات خميرة خميرة كيميائية خميرة تاع الكادو، يعني ديروهم مع 3 كيسان تاع الفارينة. نخلط تخليطة خفيفة بالباتور، ما تقووش الباتور كي ديرو الفارينة باش ما تتعجنش، يعني غير قيس ما تتخلط وسيبو. هنا البنات مازال خاصها الفارينة، نزيدو لها كاس، يعني جاتني ربع كيسان ممسوحين. نتوما في الكاس الرابع ديرو غير بشوية، سا ديبون يعني الفارينة تشرب ولا، ديرو غير بشوية، ليسونسيال أنا جاتني ربح كيسان ممسوحين سوا سوا. هذه هي الموسكوتشو تاعي، يعني سهلة مهلة، وهذه تاع لي كوموند وتاع المحلات، يعني راهي تجي ما شاء الله. المهم أنا المول تاعي كبير درت 3، بصح في لي كوموند يخدمو غير بزوج، زوج حبات بيض. الوغ هنا المول نمسحوه بال يعني بالزبدة، وهي على حسب المول، حجم المول يكون كبير يكون صغير، هذه هي. الوغ مسحته شوية بالزبدة ورشيته مليح بالفارينة كيما راكم تشوفوا باش ما تلصقليش، باه نقلبها. الوغ نفرغ الخليط تاعي. توجور البنات نقولكم كي تفرغوا موسكوتشو جينواز اي حاجه طلعي للسما كيما نفرغوا لاتاي، كيما يفرغوا خاوتنا في الصحراء لاتاي، طلعي للسما وخلي الخليط يهود باش المول يتعمر لك بالهواء وتجيك عاليه. الوغ ها هي الموسكوتشو تاعي بعد ما طابت، يعني تجي ما شاء الله. طيبوها في الفور نورمال على درجه حراره متوسطه 180 درجه، يعني من الاعلى ومن الاسفل، وتنقصوا لها النار، نار متوسطه ماشي ناقصه. الوغ حتى طيب، يعني الطياب تاعها عادي جدا ما في حتى سر. الوغ هذه هي الموسكوتشو، دهنتها بشويه تاع معجون، انا نبغيها بالمعجون، درت لها شويه تاع الكراميل، خطوطه تاع كراميل، هذه اختياري، مي هي تجي غير بالمعجون، يعني سيرتو لك تاع المشمش تجي بزاف بنينه، شويه تاع الكاوكاو وهي فرات، يعني والله يا البنات جربوها على ضمانتي، جربوها ديروا بها الكيك هذاك الطويل، ولا ديروا بها الموسكوتشو، يعني تجي ما شاء الله وصفه وصفه بال ما نحكي لكمش بالطبع، يعني جربوها للضياف لوليداتكم راهي العطله، يعني بصحتكم وان شاء الله يا ربي تعجبكم وتدعوا لي. المهم حبيباتي هذا كان الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ما تنساوش تجمجموا لي البنات، البنات اللي دخلتوا جدد معنا مرحبا بكم غالياتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.